بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم معنا مشاهدينا في حلقه جديده ويوم جديد من برنامجكم لايف كلينك. طبعا زي ما انتم متعودين ان كل يوم اربع بيكون معادنا ومعادكم مع الدكتور اشرف قوره، استشاري التغذيه والنحافه والتخسيس، نجم الرشاقه. دكتور اشرف، ازي حضرتك؟ ازيك يا مان؟ الحمد لله. طبعا احنا دخلنا على طول على الحلقه لان طبعا مش عايزين نضيع وقت النهارده، لان كم الاسئله وكم الاستفسارات وكم الناس المنتظر حضرتك من الاسبوع اللي فات كتير جدا. فالنهارده طبعا يعني احنا معانا توليفه يعني مختلفة. المرة فاتت اتكلمنا عن اللايبوليزر واهميته وازاي بنستخدمه. عايز اقول لحضرتك انقلاب اللايبوليزر لما عرضناه المرة اللي فاتت، يعني كم الرجالة اللي كلموني مش الستات اللي هو انا عندي كرش، ده انا عندي بس اوفر ويت او وزن زائد بس في منطقة البطن يجي 40 كيلو، واللي يقول لي 30 كيلو. طب ينفع انتوا اتكلمتوا اكتر على الستات؟ فعايزين النهارده برضو نهتم اكتر بالقسم الرجالي لان برضو دي شريحة كبيرة لا يستهان بها. طبعا الحقيقه الرجاله بالعكس، يعني يمكن ما فيش عدد الجلسات اللي بنعملها لللايبوليزر للسيدات تكاد تكون مساويه تماما للرجاله. كمان الرجاله عاده يا مان بيبقى الشكوى بتاعتهم عاده بتبقى محيط دايره البطن وكمان محيط دايره الصدر. شويه بيبقى الموضوع في شيء من الاحراج للراجل، انه منطقه الصدر تحديدا يكون فيها تراكم للدهون، وعادة برضو منطقة الصدر في الرجالة لما بيكون العنصر الوراثي فيها موجود والشكل ده يعني واخده وراثة من ناحية عيلة الأب أو الأم، فبيبقى مقاومة الخلايا الدهنية في المكان ده بتبقى أعلى من كل الجسم. فبالتالي دايما تسمعي الشكوى بتاعة الرجالة في النقطة دي، أنه أنا بعمل رجيم مهما بعمل بنزل من كل جسمي ما عدا المكان ده. رغم أن في ناس فئة مش قليلة منهم كمان بيكونوا يحاولوا يحافظوا على ان يكون في مجهود عضلي منتظم، ويحاولوا يحافظوا على ان يكون في الكثير من استخدام الجيم والوسائل الرياضيه المختلفه علشان يشد العضله بتاعه منطقه الصدر او منطقه البطن. مهما عمل رياضه ومهما عمل دايت، ويمكن اتكلمنا الحلقات اللي فاتت عن اساليب الدايت المختلفه، الدايت بقى اللي هو على صنف واحد، دايت الموز، دايت الشوكولاته، دايت المعرفش ايه، لكن مهما عملنا من انظمه رجيم مختلفه او نظم حميه مختلفه، ما برضو منطقه البطن الدهون فيها بتبقى عنيده جدا جدا، يمكن من اكثر الدهون صلابه اللي بتبقى متواجده في منطقه البطن. بس احنا يعني انا يعني معانا كلام كتير على اللايبوليزر، هنتكلم على اللايبوليزر، بس في أسئلة جات لنا يمكن من أمهات كتير جدا عن سمنة الأطفال. تمام. وبيسألوا عن بالونة المعدة. تمام. فعايزين برضو نبتدي ببالونة المعدة، ويعني عشان الوقت ما يجريش معانا، ونعرف بالونة المعدة دي فعلا هتصلح للأطفال، وبتخسس قد إيه وفي وقت قد إيه، وإيه المحظورات لبالونة المعدة، وكمان إحنا إن شاء الله مشاهدين هنعرضها معاكم خلال كلام. طبعا بالونة المعدة من الحاجات إيمان اللي كنا قلنا قبل كده ان هي وسيلة من الوسائل المساعدة اللي بيبقى فيها صفة ان هي ليها حل جذري قوي. نعم. يعني لو قارنا الوسائل المختلفة لان احنا نعمل نقدر نستخدمها عشان نعمل بيها كنترول قوي على شهيتنا، فعادة بيكون الوسائل الطبيعية ان احنا نشرب مية كويس قبل ما ناكل، دايما ناكل الالياف اكتر في اكلنا، بس في الاخر دي حاجات دايما نتائجها بتبقى مؤقتة او ما بتبقاش قوية في بعض الاشخاص اللي اعتادوا ان هم يلتهموا كميات كبيره قوي من الاكل اثناء اتباعهم الرجيم. الحقيقه استخدام الادويه اللي بتقفل الشهيه وخصوصا مجموعه الادويه اللي بتشتغل على الجهاز العصبي ده بيبقى مش مسموح ابدا للاطفال تحت سن البلوغ او للاطفال تحت سن 18 سنه خلينا نقول. وبالتالي بنلاقي ان احنا مضطرين نفكر في وسائل مساعده ثانيه تكون ليها تاثير قوي على الشهيه من غير برضو ما نكون دخلنا في الجانب الجراحي، من غير ما نضطر نتكلم في حاجات بتستخدم بالمشرط او عمليات جراحيه زي تدبيس المعده وتحويل المسار المعده. طيب احنا دلوقتي كل الدراسات في الكام سنه اللي فاتت بتقول انه العمليات الجراحيه الكبيره دي البديل الغير جراحي اللي ممكن نعمل بيه كنترول قوي على الشهيه وفي نفس الوقت امن للفئه العمريه الصغيره هو بالونه المعده المؤقته. ببساطه علشان الناس برضو تبقى فاهمه احنا بنتكلم على ايه، لو قلنا انه في عندنا يعني شرح بسيط كده ايه هي بالونه المعده، فاحنا بنقول ان ده حاجه بتركب عن طريق الفم، بتاخد في تركيبها حوالي 3 ل 5 دقائق وقت.
طيب احنا على بال ما نحضر الفيديو الخاص ببالونة المعدة خلينا نعرف السن المناسب، يعني عارف دكتور أشرف يعني عملوا إحصائية وطلع إن 30% من الشعب المصري تحت سن 14 سنة. تمام. وثلاث أرباع الشكاوى دلوقتي من الأمهات ومن الأولياء الأمور إن ابني عنده 13 سنة ومصاب بالسمنة المفرطة، بنتي عندها 14 سنة وتخينة جدا وأصحابها بيتريقوا عليها ونفسيتها تعبانة. فلما يبقى 30% من الشعب المصري تحت سن 14 سنة ونبتدي نلاقي الشكوى من السن ده، يعني ده الجيل الجديد، ده الجيل صحيح. اللي طالع لو صحيح. الجيل ده طالع كله مصاب بالسمنه ومصاب بالامراض يبقى نقول على مصر يا رحمن يا رحيم. طبعا طبعا. فهل ابتداء من كام نقدر نركب بالونه المعده؟ من 12 سنه 13 سنه بالزبط. لان ده سن المراهقه وده الاساس، لو انا اسسته صح وطلعت جسمه صحي هيبقى بعد كده شاب كويس. بالظبط يا ايمن، هو احنا يعني عاده دلوقتي بقينا ابتداء من سن 12 13 سنه سواء كان في البنات او في الولاد بيبقى عادة سن مناسب ان احنا نقدر نبتدي نستخدم فيه بالونة المعدة. بس الفكرة انه دايما وظيفة الطبيب في البداية ان هو لازم يقعد مع الحالة دي، خصوصا الاطفال اللي سنهم مش كبير 12 و13 سنة، لازم يتأكد الدكتور المعالج ان هم عندهم وعي كامل وادراك ان هو هيكون في وجبة مالئة جوه معدتهم هتساعدهم ان هو يعمل كنترول قوي على الشهية. نعم. وفي نفس الوقت يكون واخد وعود كويسة جدا من الطفل او المراهق ده، خلينا نقول ان هو هيساعد الدكتور بتاعه وهيبقى ملتزم بجدول رياضي كويس وهيبقى بيساعده ان هو يستخدم الانواع والكميات المتفق عليها، لانه انت عارفه بالونه المعده في علاقه طيبه كمان بينكم وبين هذا الطفل، يعني ان هو تقنعه ان ازاي ان هو دي، وبعدين هو كمان مش هيحس، يعني مش هيتمنع من اكل، مش هيحس بالحرمان زي ما دايما الامهات لا ما تاكلش ده، ممكن يبقى اخوه مثلا قاعد بياكل مقرمشات او بياكل حاجات فيها بطاطس او اي ايا كان، بس هو دايما عليه محظورات. خلينا ناخد اول تليفون وحيد ونرجع تاني. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ ايمان؟ ازيك يا فندم. نشكر العاملين الكنترول. ممكن اكلم الدكتور اشرف؟ طبعا يا فندم اتفضل. ازيك يا دكتور اشرف؟ ازاي اسمع عليك؟ اهلا وسهلا يا فندم اتفضل. انا دكتور دلوقتي انا وزني 150 وعندي كرش، طب اعمل ايه سعادتك عشان اخس وارجع وافضل للوزن قد ايه اللي هو يناسب لجسمي؟ طب الاول وزنك قد ايه استاذ وحيد؟ وزنك قد ايه وطولك قد ايه؟ وزني 150 وطولي 185. 185. طب هي وسعادتك يقول لي ايه عشان جسمي مناسب قد ايه في الوزن؟ ايوه بس انا عايز اعرف بس. شكرا للدكتور وشكرا لمحاليكي. ربنا يخليك. بس هي الدهون بس في منطقه الكرش؟ طيب هو واضح ان هي برضو المشكله زي ما قلنا في بدايه الحلقه ان اكتر الرجاله دلوقتي شكوتهم منطقه الكرش. هنتكلم حاله استاذ وحيد ودي شكوت ناس كتير جدا، بس خلينا نسد برضو اسئله امهات كتير جدا قلبها واجعه على اولادها وعايزين يظبطوا لهم جسمهم بالونه المعده. تمام. اثناء ما الفيديو بتعرض احنا حضرتك قلت ان هي ممكن تتركب عادي للاطفال. بالظبط. احنا كنا بنقول انه العلاقه اللي بتبقى بين الطبيب المعالج والحاله دي بتبقى مهمه جدا، لانه استخدام الوسيله بتاعه البالونه الحقيقه هي هتعمل كنترول قوي جدا على شيء. احنا الفيديو ده نشرح لهم على يعني ده الفيديو اللي هو بتاع ادخال او طريقه تركيب البالونه عشان الامهات كلها تتفرج وتطمن ازاي بتتم. زي ما قلنا ده بياخد 3 ل 5 دقائق وقت. الكيس المطاطي الصغير ده احنا دخلناه دلوقتي جوه جوه تجويف المعده، بنبتدي نملى الكيس المطاطي الصغير ده بمحلول ملحي معقم اللي هو السائل هو الأزرق. دلوقتي دي البالونه اللي احنا بنعبيها. بالظبط. دي دخلت المعده خلاص. دخلت المعده ودلوقتي احنا في مرحله ان هي بتتملي محلول ملحي معقم. هو الماتيريال بتاعها او الخامه بتبقى مصنوعه من ايه البالونه؟ بيبقى من نوع من انواع المطاط الطبي السيليكون الطبي. طبي. اللي هو بالظبط بالظبط. وبيبقى يعني البالونه دي دلوقتي بعد ما اتنفخت الانبوبه الصغيره اللي طلعت بره دي هو ده المنظار بتاع الفم اللي بنركبه. ده عن طريق الفم؟ ده عن طريق الفم. وممكن ابقى صاحيه وبتبقي صاحيه. يمكن بنستخدم حتى دلوقتي ما بناش نستخدم منج كامل في الموضوع، بنلاقي نستخدم منج موضعي زي سبراي او بخاخ كده في منطقه الفم والحنجره علشان دخول وخروج البالونه ما نبقاش حاسين بيه وما يبقاش عامل لنا اي مشاكل. لا ده الجديد بقى والفاني جدا، انا قابلت واحده صاحبتي مركبه البالونه ولقيتها بتقولي انا سبت الشغل خدت ساعه بريك
ورحت ركبت البالونه يا ايمان ورجعت. يعني ايه ساعه بريك وركبت البالونه ورجعت تكمل شغلها عادي؟ يعني لا بتاخد اجازه ولا تقعد في اسبوع في البيت ولا في اي حاجه خالص، ولا في مشكله في الشغل حتى. بالظبط يا ايمان، هو اليوم كله بيكون روتيني، احنا بناخد زي ما قلنا في البدايه من 3 ل 5 دقائق وقت، وبعديها الحاله بحب ان هي تقعد معايا بس ربع ساعه كده، تشرب حاجه سخنه او تشرب حاجه دافيه وبالظبط وتتوكل على الله. اللي بينزل يروح شغله واللي بينزل يروح دراسته، قصدي انه بقيه اليوم بيكون روتيني لانه ما بيبقاش فيه اي فقد للوعي او اي مشاكل تخليني لازم ابقى مرتاح في سرير او اخد اجازه او حاجه. طيب احنا ركبنا البالونه، قبل ما نروح نشوف ازاي بنشيل البالونه عايزين نعرف بتقعد قد ايه في معدتي. لو انا اكلت ايه، يعني ايه المحظورات للبالونه؟ يعني اكيد ما انا بمشي على ارشادات غذائيه معينه عشان اضمن ان انا يعني خلاص هخس، يعني بالزبط. اكيد انا بروح وبركب بالونه وكل ده عشان ان انا اوصل لوزن مثالي. بالظبط، احنا يعني طبعا دلوقتي بعد ما ركبنا البالونه تلتين حجم المعده تقريبا بيكون ممتلئ، التلت اللي باقي او الفراغ اللي باقي في المعده ده احنا بنبتدي نستخدمه صح. يعني علشان اعمل قدر كبير من النتيجه ببتدي املاها الكم المظبوط من السعرات الحرارية. ده دلوقتي احنا بيعرضوا الفيديو بتاع بنشيل البالونة ازاي بنقدر نشيل البالونة زي ما حطناها بالظبط، نفس التيوب بنسحب سائل الملحي من جوه البالونة او من جوه الكيس المطاطي، صغر دلوقتي جدا الحجم ده قد عقلة صباع تقريبا. وبعدين بندخل نمسكه كده بالمنظار ونطلع بيه بره المعدة تماما، وده اللي احنا بنعمله بعد 6 شهور من تركيب البالونة بتاعت المعدة. بس وهي منفوخة بقى اكيد انا ما بقدرش اكل، يعني او باكل حاجات بسيطة جدا لان اوريدي بحس ان انا يعني شبعانة. بالظبط، وهو ده احنا اجمل حاجة فيها بصراحة، هو ده اللي احنا بنبقى عايزين نحسن استخدامه، انه انا دلوقتي حتة الحاجة اللي كان بتخليني دايما ألخبط في الرجيمات ان انا عندي احساس بالجوع، عندي لهفة على اكل معين انا بحبه، والحرمان ده حاجة صعبة جدا، ممكن ابقى قاعدة قدامي اكل وما اقدرش اكل عشان بالزبط. اعمل دايت، دي حاجة انا والله عارفة وحاسة بيها سخيفة جدا، وبالذات كمان لما يكون طفل يعني في سن مراهقة وشايف قدامه الشوكولاتات والحلويات والاكل، استحالة اقدر اقنعه ان دي مصلحتك، لان في الوقت ده او في السن ده عمره ما يقتنع ان دي مصلحتك. الحقيقه هو احساس الشبع ده مريح. بالظبط، احنا بنعمل توازن بس خصوصا في السن الصغير، لان انت عارفه في السن ده برضو ما بنقدرش ان احنا نحرمهم او نمنعهم من كل حاجه. نعم. بس مبدئيا بنبتدي معاهم بشكل متدرج، انه في الاول ممكن نبتدي نقلل استخدام الحاجات اللي هم كانوا متعودين عليها، خصوصا المواد النشويه والسكريه اللي كانوا بياكلوها، لانه بعد كده هيبتدي هو يحس انه كنتروله على شهيته بقى اقوى. وده هيخليه يرجع تاني يبقى واثق في نفسه ويبقى متاكد انه لما بيكتب له مثلا كميه اكل لا تتعدى ال 900 او ال 1000 سعر حراري يقدر بعدها يكون عنده كنترول اقوى، ونبتدي احنا نغير له في شكل الانظمه بتاعه الدايت. نعم. عشان نقدر نستغل الوقت اكتر، لانه في امكانيه لبعض الحالات اللي هي مش قليله ابدا بينفع ناخد قرار ان احنا نشيل البالونه حتى قبل ما نكمل الست شهور. نعم. بيبقى مطلوب منهم مثلا 20 كيلو او 30 كيلو وما خلصناهم قبل ما نخلص الست شهور. فبندخل بعد كده بناخد معاد وبناخد بنطلع البالونه زي ما حطيناها بعد ما نكون انجزنا كامل المشوار حتى قبل تمام الست شهور بتوع البالون. في بقى يا دكتور ان هو يعني على صفحتنا طبعا طريقه التواصل عن طريق التليفون اللي قدامكم المشاهدين على الشاشه او صفحتنا على الفيسبوك، بيقول لك منال بتقول دكتور اشرف في ناس كتير بتتحايل على البالونه، بياكلوا بيشربوا عصائر كتير وحلويات وسكريات حاجات كلها سايله، وبالتالي برضو بيتخانوا مع البالون. تمام. انا عايز افهم ازاي ان هم بيدفعوا فلوس وبيكلفوا نفسهم حتى مجهود وفي الاخر هم اللي مش عايزين يتخانوا. خلينا ناخد نشوه ونرد طيب. عليهم. الو الو، مساء الخير. مساء النور. لو سمحتي ممكن حضرتك اكلم دكتور اشرف؟ طبعا اتفضلي يا نشوه. اتفضلي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. اهلا. بص حضرتك انا كان وزني 117. ايوه. عملت دايت لوحدي دلوقتي وصلت 73.5. برافو، ممتازه. ماشي، بس دلوقتي بقى عندي مجال اللي انا عايزه اكل، بس في نفس الوقت حاسه بحاله نفسيه ان انا بتضايق قوي لما باكل حاجه. خدت برضو ادويه دايت وحاجات كده برضو عملت معايا نتيجه، بس خايفه من الاعراض اللي بعد كده، اعمل ايه حضرتك؟ طيب حاضر هجاوب حضرتك. مش في الاول حضرتك احنا بنحييكي يا نشوى على اتصالك وهنرد عليكي حالا. طبعا
طبعا نشوه شاطره جدا يعني نزلت من 117 ل 73 يعني قربت على 35 كيلو مثلا ولا حاجه، ودي هايله، دي اراده دي هايله جدا. بس يعني حذاري بقى يا نشوه، علشان انت دلوقتي في المرحله اللي احنا بنسميها المرحله المناسبه ان انت تبتدي تعملي فيها حاجه اسمها التثبيت. وتثبيت الوزن ده سهل جدا وما فيهوش اي مشكله، لانه مش المفروض ان انت تبقي محرومه من حاجه. لازم تعملي ستوب للستايل بتاع الرجيم. انت دلوقتي في مرحله ينفع، وده طبعا هيكون طبيب التغذيه بتاعك هيكون ادرى بالنقطه دي ازاي يعملها لك، ازاي تقدري تعملي لايف ستايل سهل لاكلك ما تبقيش محرومه فيه من اي حاجه. يعني ناس كتير بتشتكي تقول لك انا نزلت كتير بس مشكلتي ان انا مش عارفه اثبت وزني. يعني اللي ما بيعرفش يعمل كنترول في التثبيت بيرجع تاني ل 20 30 كيلو اللي هو نزلهم. طبعا دي يعني مرحله مهمه جدا، مرحله مهمه قوي. لانه هو لو ما فهمش ايه اكتر كم ونوع وكيف ووقت يتناسب في مواعيد اكله بعد كده اللي هو يقدر يعيش بيها الخطه الطبيعيه لطريقه العيشه الطبيعيه بعد كده طول العمر، هيرجع تاني يرد حتى لو كان على مدى طويل. بس هي الفكره انه التثبيت ده ببساطه هو البروفا اللي انا بعملها لنفسي وانا ماشي مع الدكتور بتاع التغذيه بتاعي لطريقه التعامل مع كل انواع الاكل اللي ربنا خلقها بدون حرمان ابدا، بس ابقى فاهم ايه الكميات المسموحه لي من كل حاجه من العائلات بتاعه الاكل، سواء كان من النشويات انا مسموح لي مثلا اخد مره واحده نشويات في اليوم ولا مرتين، سكريات ممكن تكون مرتين في الاسبوع وممكن يكون بمعدل 4-5 مرات في الاسبوع. ده طبعا بيقدر دكتور التغذيه يعمل بيها خطه سهله كده وبسيطه من ردود الافعال اللي شافها على الحاله بتاعته اثناء ما كان بينزل ال 30 او ال 40 او حتى ال 10 كيلو اللي كان مطلوب منه ينزله. طيب. وفيما بعد بيلاقي الحاله ان هو خلاص ده بقى الروتين بتاع حياته، حاسس ان هو ما بقاش محروم، ياكل كل حاجه وخلاص بقى ده تعود وبقى ده تاقلم جسمه على الكميات دي، بقى ضامن ان كل اللي بياكله بيتحرق، ما فيش جزء بيتحرق وجزء بيتخزن علشان يرفع بيه وزنه. طيب. بعد كده احنا طبعا مش ناسين استاذ وحيد ومشكله الكرش لدى الرجال، بس ناخد اسراء. الو، ايوه مساء الخير. مساء النور. من فضلك انا كنت عامل، ممكن اكلم الدكتور الاول؟ سامعيني كيف عندك؟ لا انا كنت عملت رجيم ونزلت 30 كيلو. بعد كده بعد سنتين ثلاثه كده حصل ظروف لماما ورجعت لهم ثاني، فماليش قابليه ان انا اعمل رجيم، فعايزه اعرف يعني لما اعمل البالونه مصاريفها قد ايه، غاليه رخيصه كده. طيب انا بحييكي طبعا، بس انا عايزه اقف عند حته اسراء. يمكن أيوة. يمكن مش اي حد بيقف عندها، لكن انا بقف عندها. لما حصل ظروف لماما، طبعا يعني انا ما اعرفش ايه هي الظروف، بس يعني انا عملت عمليه في المفصل الرجل وكنت انت ايه علاقتك بالظروف؟ يعني هل انت كنت قاعده طول الوقت؟ قاعده جنبي يا دوب، قعدت سنه في العمليه. فانت كنت بتاكلي بقى ورجعتي تاني وزدتي؟ ابدا، يعني مش اكل بقى. انا لما بزعل بتخن. لما بتزعلي بتتخني؟ اصل في ناس لما تزعل تاكل كتير وفي ناس تزعل ما تاكلش خالص. وبدخن بس ما باكلش كنت كتير قوي يعني. عشان قعدت من الجامعه وما بقيتش اتحرك كتير واعمل طاقه كتير، فرجع وزني زاد اكتر. ماشي، انت عارفه مش بقى البالونه مصاريفها كتير، عايزه اعرف عشان انا ظروفي مش مساعداني. تمام، ماشي، ميرسي يا اسراء، هرد عليكي حالا. بالونه المعده مكلفة ولا غير مكلفة؟ والله يعني هو طبعا بالونة المعدة مش من الحاجات الرخيصة قوي، بس في نفس الوقت هي سعرها او تكلفتها مش مبالغ فيها. بس انا عايز اقول لك يا اسراء، يعني انت برافو عليكي برضو، لان انت نزلتي كم مش قليل خالص من الكيلوغرامات، يمكن ده خد منك جهد اكتر. اللي عايز بس اضيفه لك انه غير ان التكلفة معقولة او يعني متوسطة، بس كمان هي يمكن توفر عليكي وقت ومجهود اكتر بكتير من التجربة بالزبط. السابقة بتاعتك. حتى لو لا قدر الله عديتي بأي نوع من أنواع الظروف تاني اللي تخليكي تبقي بتاكلي من غير ما تبقي واعية أو من غير إدراك مظبوط لكميات وأنواع الأكل، هتلاقي إن الموضوع ده مش حاصل، لأنه كنترولك على شهيتك هيبقى أقوى كتير دلوقتي. يعني زي ما كنا بنقول إنه ليه في ناس بتسيء استخدام البالونة، تاكل سكريات وحلويات، وفي ناس تانية، وهو ده اللي بيخلينا نقول ان الرينج اللي دايما الناس بتخس فيه اثناء تركيب البالونة هو من اول 15-20 up to 65 كيلو. يعني في ناس وصلت لحد 65 كيلو و60 و55 واربعينات الفرق، بس في طريقة التعامل فيما بعد خلال الست شهور اللي انا مركب فيها البالونة بتاعت المعدة دي، هل انا كنت على خطة غذائية محكمة ولا لا؟ وبالتالي بعدين لو بضحك على نفسي في الاخر. بالظبط بالظبط، يعني انا رايح اركب بالونه ليه؟ ما لازم يبقى عندي هدف. وبعدين اللي انا سمعته بالونه بتخسس بال 60 كيلو، ده صحيح. يعني ممكن انزل 60 كيلو خلال بالونه المعده، ده انجاز.
طبعا يعني انا لو مساعد نفسي كويس وفاهم انا باكل ايه، يعني ال 30% او ال 40% اللي باقيين فراغ في معدتي فوق البالونه، انا بحط فيهم دايما شوكولاته وايس كريم، ولا بحط دايما فيها طبق سلطه وخضار وفراخ ولحمه وفاكهه وزبادي، حتى صحتي ابقى بخس وانا عندي صحه كويسه. بالظبط. الفكره انه لازم ما دام ظبطنا الكميه بتاعه الاكل ما ينفعش ابهدل النوع بقى. يعني استخدم برضو الانواع اللي تخليني انزل 2 كيلو في الاسبوع مش كيلو. اجتهد مع الطبيب المعالج بتاعي، لو قال لي امشي كل يوم نص ساعه، لو عندي وقت اخليهم ساعه. اتشطر في اني الفواصل اللي هي ما يسمى بالايام المفتوحه او الايام الفري اقللها قدر المستطاع. طيب احنا طبعا يعني عرضنا البالونه، ده ردا لكل الامهات اللي بتسال البالونه لاولادها، وفي نفس الوقت البالونه ده حل سحري للكبار وللصغيرين، يعني اقدر اركبه للكبير واقدر اركبها للصغير، دي بالونه المعده. لكن اللي الاسئله بقى للتليفونات الشرسه اللي معانا النهارده عن شفط الدهون، وخليك مركز معانا يا استاذ وحيد وكل اللي عايزين يسالوا عن شفط الدهون اللي هو في نفس اللحظه وفي نفس الجلسه وهذا العلاج السحري، لكن هنعرضه حالا وهنعرض الصور كمان قبل وما بعد. لكن ناخد ياسمين. الو. الو مساء الخير. مساء النور. لو سمحتي، وانا يعني بتعالج من ادويه كتير، يعني باخد ادويه جامده. ادويه ايه؟ يعني ادويه كده لحاجه اسمها ام اف في الجلد يعني، بس باخد ادويه تقيله يعني. حاجات فيها كورتيزون يعني؟ ما انا مش عارفه فيها كورتيزون ولا لا، بس يعني انا عايزه اعرف. اكيد. وانا تخنت قوي، كنت رفيعه وبعدين تخنت. تمام. عايزه اعرف يعني لو عملت رجيم مع الادويه دي غلط ولا صح؟ وهل الرجيم برضو، انا بقى اكمل لك، هل الرجيم هينفع مع الادويه اللي فيها كورتيزون دي ولا لا، هيجيب حاجه ولا؟ طيب ميرسي يا ياسمين والف سلام عليكي. الله يسلمك. طبعا الادويه يعني انا مستشفى اكيد فيها كورتيزون. بالظبط. المالتيبل سكليروزس ده مرض الحقيقه ليه علاقه بجهاز المناعه وليه علاقه بالمفاصل والجلد او ايهما او حاجه منهم، وساعات بيبقى في الحالات في مشاكل في الجلد وفي المفاصل جلد كمان. يعني ايه اللي بيحصل للجلد؟ مرض مناعي بيحصل فيه بعض التغيرات الغير طبيعيه اللي بتحصل في المفاصل من تيبس وما الى ذلك. المهم ان الروشته بتاعه العلاج بتاعتها الحقيقه بتتضمن حاجات فيها كورتيزونات طبعا، او ما يسمى باشباه الكورتيزونات. تمام. وزي ما احنا عارفين انه العيله دي كلها من الادويه مشكلتها ان هي بتاثر من ناحيتين، ناحيه ان هي بتقلل معدل التمثيل الغذائي بتاع الجسم، فبيبتدي الجسم يخزن دهون اكتر ما بيصرف، ومن الناحيه الثانيه هو كمان بيفتح او بيزود معدل الشهيه او بيزود معدل التهاب الاكل، وبالتالي السعرات الحراريه بتاعه في ال 24 ساعه ممكن توصل ان هي تتضاعف. زائد اخيرا ان هو كمان من الحاجات اللي بتحفز ان الجلد يتحبس وقت. طيب قبل ما نروح للصور يا دكتور اشرف، هل هي يعني الدايت هيعمل معاها نتيجه ياسمين؟ ان شاء الله يعمل معاها نتيجه قويه، بس انا بنصح ياسمين ان هي تحاول يكون مع دكتور التغذيه بتاعتها، تلاقي وسيله مساعده جنب الدايت علشان ما تتعبش كتير وتخلصها وتوفر عليها وقت ومجهود. طبعا. طيب احنا هنعرد الصور، وركزوا معانا لكل اللي عايز يشوف اللايبو ليزر هيكون معانا في نهايه الحلقه. واستاذ وحيد خليك متابعنا عشان منطقه الكرش. دي منطقه البطن دي طبعا العلامات دي يعني مطرح ما حضرتك العلامات دي اللي هي خلينا نقول الالم الماركر اللي بنعلم بيه قبل، يعني بغض النظر عن العلامات، بس احنا محيط دايره قطر البطن في السيده دي زي ما احنا شايفين قل بشكل ملحوظ، وده طبعا اتعمل في جلسه شفط للدهون الموضعيه بالليزر. بالظبط. الموضوع ده خد حوالي 30 ل 40 دقيقه. طبعا انا بالنسبه لي مثلا ان ده كرش عادي يعني مش كبير قوي، هو مثلا كانت زياده قد ايه؟ يعني كان في، خلينا نقول ان الزياده مثلا اجمالي الزياده اللي موجوده في جسمها كان حوالي 10-11 كيلو. 10-11 كيلو. واللي بعد اللي بيحصل بعدها طبعا ان احنا بنلاقي نزول قوي في الميزان. نعم. وفي نفس الوقت المحيط دايره المكان او محيط دايره البطن بتبقى اتغيرت بشكل كبير. ده نفس الفكره بس لراجل، ده لكل الرجال اللي معانا. واستاذ وحيد هو دي منطقه الكرش اللي انت بتشتكي منها. بالظبط. الحل المثالي بقى لمنطقه الكرش، انا مش مصدقه ان كل الكرش ده اتشال في جلسه واحده. بالظبط. هو فعلا اتشال في جلسه واحده. انا عايز اقول لك ان الحاله دي راجل سنه 38 سنه، والراجل ده دي كانت تاني مره نعمل له الجلسه بتاعه اللايبو ليزر، لانه كان عملها قبل كده في منطقه الصدر، ودي المنطقه الثانيه. كم كيلو ده يا دكتور اشرف؟ ده في الاول خالص لما ابتدينا معاه كان 134 كيلو. 134 كيلو. وربنا كرمنا معاه، وصلنا دلوقتي تقريبا عند 80 تقريبا يعني. يا من 134 ل 80 كيلو. لان هو كان خد 3 مراحل، وكان دي على كم جلسه؟
المراحل بتاعه العلاج كانت بتتضمن رجيم ورياضه ولايبو ليزر، بس هو المنطقتين اللي عملنا له فيه شفط الدهون الموضعي اللي بالليزر كان منطقه الصدر وبعد كده منطقه البطن. طيب ناخد تليفون امال. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مدام ايمان؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه يا فندم؟ ربنا يخليك. من فضلك ممكن اكلم الدكتور اصلا؟ اتفضل. الو. ايوه يا فندم. ايوه السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. من فضل حضرتك انا عايزه بس اسال عن ماده الكروميوم. هي حضرتك امينه وعايزه اعرف هي بتشتغل على ايه وفيها فرق بينها وبين الكروماكس. الكروماكس حاضر. وقرات الزنجبيل برضو عايز اعرف برضو حضرتك هي بتشتغل على ايه في الجسم. ايه المواد الغريبه دي الجديده؟ احنا بنجيب مواد ونحينا لوحدينا ولا ايه؟ طيب يا امال حاضر عيني. كويس، دي حاجه جديده بالنسبه لي ويمكن اكيد ناس كتير قوي كتير ما تعرفش زي بالظبط. شكرا على تليفونك يا امال. الكروميوم او الكروماكس هما الاثنين زي بعض تقريبا، يعني ده شركه، ده شركه ادويه ودي شركه ثانيه بس من نفس الماده الفعاله، وده دواء من الادويه القديمه، هي مش جديده، دواء من الادويه القديمه اللي كان بتستخدم لمرضى السكر قبل كده وبعدين ابتدت تتعدل دلوقتي وبتستخدم كمان لانقاص الوزن. وهي من الحاجات اللي بتعمل بترفع حساسيه الجسم ناحيه التعامل مع عيله النشويات والسكريات تحديدا. بتخلي التمثيل الغذائي بتاع مجموعه النشويات ما تبقاش سلبيه او يعني تبقى ايجابيه بشكل ان هي تزود معدل يعني الحرق. دي حاجه كويسه يعني في الاخر. هي حاجه من الحاجات اللي انا ما عنديش مانع خالص استاذه امال تستخدميها. الماده الثانيه اللي قالت عليها الماده الثانيه اللي هو الكروماكس، اللي ما هو كروماكس والكروميوم زي بعض، هو نفس الماده الفعاله بس ده اسم تجاري وده اسم يعني تجاري. يعني دي كبسولات بتتاخد للحرق. دي كبسولات. يعني الادويه اللي هي بتتاخد للحرق الدهون يعني. لحرق الدهون. تمام. بس هل ليها محظورات؟ ما ممكن دلوقتي حد بيتفرج علينا يروح يجيبها من نفسه وياخدها، بس اكيد كل حاله وليها الحاجات اللي تمشي مع جسمها. الحقيقه يعني اللي عنده سكر غير اللي عنده ضغط مرتفع غير منخفض، فبرضه محظوراتها ما لهاش علاقه الحقيقه بموضوع الضغط، بس يمكن بعض الفئات البسيطه زي مثلا السيدات الحوامل ما بينفعش يستخدموها، الناس اللي عندهم مشاكل عملوا عمليات جراحيه كبيره شويه في منطقه الجهاز الهضمي او في القولون، لان هي من ضمن التاثير بتاعها ان هي بتنزل بعض الدهون اللي بتبقى موجوده في الوجبات مع البراز، وبالتالي مش المفروض انه اي حد عنده مشاكل في القولون او حد عمل اي عمليات في الجهاز الهضمي يستخدم الحاجات دي الا تحت اشراف طبي مظبوط. انما اقراص الجنزبيل اللي سالت عليها برضو يعني انا اشجع حضرتك على اي حاجه طبيعيه سواء كانت هتتاخد بالصوره الخام بتاعتها او لو عايزه تستخدمي الاقراص بتاعت الشاي الاخضر او اقراص الجنزبيل الجاف، دي كلها حاجات مسموح ان حضرتك تستخدميها، ما فيش منها مشكله باذن الله وهتساعدك كتير ان شاء الله. والله يا دكتور اشرف انا عندي حاله يعني شفتها يعني يمكن شبه المعده يعني اقول ايه اتهرت او يعني ما فيهاش طبقات خالص بسبب ادويه التخسيس. هنتكلم عليها بس اسمحي ناخد تليفون. الو. الو اسماء. الو السلام عليكم. النهارده كله الف امال اسماء. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لحضرتك ممكن كلام دكتور اشرف؟ سامعك يا اسماء، بتكلمينا منين؟ من القاهرة. من القاهرة، اتفضلي. طيب انا حضرتك وزني تقريبا كده 85 او 90 كيلو، فعندي منطقة الصدر عالية جدا ودي بتكسف منها قوي قدام اصحابي وكده. طب طولك كام؟ وانا مش عارفة اعمل ايه عشان اخس وعندي غدة بتفرز دهون. طولك كام عشان اعرف وزنك ماشي معاه ولا لا؟ طولي 160 160 ووزنك انت قلتي؟ وزني تقريبا كده 85 او في حدود ال 90 لان انا بالظبط بقى لي اسبوع ما وزنتش نفسي. طيب تمام، يعني ايه الغده بتفرز دهون؟ يعني عندك الغده الدركيه؟ لا انا عندي، بصي انا لما رحت عند دكتور للتخسيس قبل كده قال لي انت عندك غده بتفرز دهون، لما ببقى زعلانه بتبقى بتفرز دهون مع اني ما بكونش في الزعل وكده بس بتفرز دهون جامده جدا. هو في حاجه اسمها كده؟ انا اشك في الكلام اللي انا بسمعه. بس عايز اعرف السن والمدموزيل اسماء. ايوه. سنك كام سنه؟ انا عندي 19 سنه. 19 سنه بس ما اتجوزتيش لسه؟ لا لسه بنت. لسه صغنونه، واستني شويه يعني خلصي واشتغلي وكده. طيب في سؤال ولا نقفل؟ لا يعني انا طيب. انا هوضح لها بس حاجه صغيره.
يعني هو طبعا يا اسماء يا عيني ساعات يعني الناس بتسمع الكلام وتعيش عليه يعني ايه انا لازم برضو يا اسماء ادخل الدكتور يقول لي انت عندك مثلا غده بتفرز دهون غده أفهم. ايه واسمها ايه وبتفرز دهون في اي منطقه بالزبط. وفين تحليلها يعني خلي عندنا وعي شويه عادي يعني بالعكس نسال ونعرف جسمنا ماشي ازاي بالظبط يعني في غده يعني اسمها كده هي بس اسماء يعني كويس ان احنا كلنا بنتعلم اسماء لسه صغيره طبعاً. وهي يعني بصي يا اسماء ما فيش حاجه اسمها غده بتفرز دهون ويعني لما بتضايق بتفرز دهون دي انما تقدري يعني اقدر اقول لك انه في نوعين من المشاكل اللي في الغدد اللي ممكن يسببوا لنا زياده وزن يا اما ان الغده زي الغده الدرقيه مثلا هي اللي يكون افرازها عالي شويه او واطي شويه فيعمل خلل في الوزن المثالي بتاعك او ان في حاجه اسمها غده نخاميه مثلا ودي برضو اعتقد انه الاثنين انت ما بتشتكيش منهم يمكن احنا ما فهمناش بس من الدكتور ايه المقصود بس هي مجموعه هي تحاليل بسيطه منطقة تقدر السادي. منطقه الصدر دايما بتبقى كبيرة لو هو الموضوع وراثي يعني انا ورثه من الخالات او العمات اللي هو مش هينفع له دايت ولا اي حاجه فده ما يعني ما ينفعش طبعا نقرب له جراحيا خالص انما ينفع شويه رياضه مش دلوقتي يعني احنا لازم الاول تبتدي ان هي توصل لان هي 85 او 90 كيلو يعني اعتقد ان هي مش هتشتكي نفس الشكوى لما تقل لحد 70 او 65 كيلو ناخد الأليوبية بس أنا عايزة أقول إن في حالات كتير أوي شفتها على النت دكتور أشرف فعلا مفزعة بنات كان عندها 15 سنة و16 سنة كان عندها مشكلة يمكن في الخليج أكتر يعني شفت كان أكتر الحالات في الخليج وعملوا عمليات في الثدي تصغير الثدي بس بقت بعد كده في مشاكل فيا جماعه ما نجريش بسرعه على عمليات الجراحيه عشان كده دلوقتي احنا دايما حتى في التخسيس مع الدكتور اشرف كل الحاجات المستخدمه بدون عمليات جراحيه وبدون بنج كلي بعد كده بنكتشف ان الحاله ما اتحطت في مكانها مش طبيعي وبعد كده الرضاعه بقت مش كويسه بعد الجواز ومشاكل مشاكل مشاكل فارجو يا جماعه الحل الجراحي ده يبقى اخر حل ممكن الاليوبيه الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن نكلم دكتور أشرف؟ اتفضلي يا رنا. أنا بنتي عندها 9 سنين. أيوه. وطولها 135 سم. لا هي تخينة يعني؟ وزنها 43 كيلو. 3 وكام؟ 43 كيلو. 43 و9 سنين. كتير خالص. كتير. أنتِ أكيد يعني بتسألي على البالونة. هي منطقة البطن هي اللي عالية. منطقة البطن. أوكي. طيب شكرا يا مدام رنا حالا هرد عليك منطقه البطن دي تمشي بدايت ولا بالونه ما هل 9 سنين ده ينفع بالونه ولا لا يعني 9 سنين طبعا يعني خلينا نقول ان احنا لو بدرنا نتكلم في 12 سنه او 13 سنه يا مدام رنا 9 سنين دي طفله بمعنى الكلمه هي يعني انا معاكي انه حاجه 40 كيلو بالنسبه للسن ده كتير بس يعني احنا لازم نطمن ان البنت ان شاء الله ما فيش عندها اي مشاكل صحيه تماما ما فيش عندها اي مشاكل في الغدد بتاعتها لانه السن ده كتير بيحصل فيه شويه مشاكل في الغدد بس بتبقى مستتره كده ما بتبقاش واضحه يعني حضرتك تنصحها تروح تعمل صوره دم تحليل وغدد وتحليل للغدد ده خليه عشان تبتدي تتحط في التراك المظبوط علشان نبتدي نطمن انه اولا ما فيش اي مشاكل صحيه ادت لزياده الوزن عند البنت دي لو ثبت ان هي سليمه ان شاء الله من النواحي دي تماما فلازم نبتدي نعمل حاجتين اولا لازم تتحط في جدول رياضي مظبوط لان السن الصغير ده بيبقى عندهم النمو عرضي اكتر منه طول وساعات فعلا نلاقي الطفل يعني انا ساعات بنتي ما بتخنش خالص غير في البطن يعني بالظبط تاكل تلاقي بطنها عاليه لكن جسمها ما بيعلاش بس بعد سنتين ثلاثه بتلاقي ان كل ده اتفرد طول بيفرد لانه 7 و8 و9 و10 سنين عمر ده بيكونوا تلاقي عندها زي ما حضرتك قلتي كده بطن بس زياده بس في البطن. او الفخدين وبعد كده محيط دايره الوسط ده تلاقيه اتفرد لما العمود الفقري ياخد فرصته ان هو يطول اكتر. طيب معانا سوهاج ونروح للايبو ليزر عشان مشاهدينا هيموتونا. الو؟ الو؟ ايوه. لو سمحت ممكن اسال الدكتور؟ الاول مين؟ هنا من سوهاج. هنا عندك كام سنه يا هنا؟ عندي 21. 21 صوتك اصغر من 21. طيب اتفضلي يا هنا. لو سمحت يا دكتور انا وزني 70 وطولي 169. تمام. بس المشكلة في تشققات حمراء في الجلد فدي متهيألي هي عليها علاقة بزيادة الوزن. طيب يبقى احنا بنتكلم على العلامات الحمراء اللي في الجسم. العلامات الحمراء والعلامات البيضاء مع ان انا وزني كويس يعني. تمام اللي هو السيلوليت. بس في الرجلين اكتر. في الرجلين اكتر.
اوكي يا رنا، ميرسي على تليفونك، وسلمونا على كل اهالينا في سوهاج. السيلوليت ده طبعا مشكله حتى ما بعد الولاده، ومشكله بالزبط. الحوامل، بس هي يعني اكيد التاريخ بتاع مش فاكر اسمها ايه، رنا، بتاع رنا يعني كان في زياده في الوزن يا رنا في منطقه الفخذين تحديدا، باعتبار ان العلامات دي موجوده في المكان ده، وده بيحصل نتيجه زياده الوزن، وان احنا بنرد تاني وبعدين نرجع نتخن ونرد تاني. فانا اول نصيحه ليكي علشان الموضوع ده ما يزيدش تاني، حاولي تحافظي على وزنك، ما تفضليش دايما تزيدي شويه وبعدين تخسي وتزيدي شويه وبعدين تخسي، لان ده بيبهدل البشره بتاعه جسمنا، وبيخلي الخيوط او العلامات المحمره او المبيضه دي تبقى زياده. النقطه الثانيه اللي عايز اقولها لك، انه في مجموعه من او انواع معينه من الكريمات اللي ممكن تستخدم علشان نصلح الكلام ده، بس المهم الوقايه في النقطه دي بالذات خير من العلاج. طيب نروح لللايبوليزر والحل السحري لشفط الدهون. اهم حاجتين في اللايبوليزر اللي هو دايما يعني انا بنصح كل الناس اللي بتسالني حتى في الشارع في النادي في اي حته، انه لا بنبنج بنج كلي، مفيش خالص بنج كلي، وما فيش مشرط. فهذا هو اللايبوليزر. ده الفيديو التوضيحي لعمليه شفط الدهون الموضعي بالليزر، ودي منطقه البطن بعد ما بيتم تحديدها. طبعا اللي عنده مشكله كرش يتفرج، واللي عنده مشكله اي منطقه فيها سمنه كبيره جدا يبقى معانا ومتابعنا. الموضوع ببساطه بياخد وقت من 30 ل 40 دقيقه زي ما قلنا. التخدير اللي بيستخدم هنا بيبقى تخدير موضعي. هو طبعا هنا الموديل اللي نايمه، لكن هي بتبقى صاحيه بتتكلم بالزبط. عادي مع حضرتك بالظبط. يعني احنا طبعا بندخل بسرنجه رفيعه جدا من على احد جانبي البطن. السرنجه دي اللي هي بيكون فيه في اخرها وميض الليزر، اللي هو بيعمل تحويل للكتله الصلبه بتاعه الدهون لكتله سائله. دي الانبوبه اللي حضرتك او سرنجه، ايوه، اللي بتدخل بتشفط الدهون. ايوه بالظبط. ده اللايبو ليزر. الليزر نوع الليزر ده ايه يا دكتور اشرف؟ ده حاجه اسمها اندياج ليزر، ودي حاجه من الحاجات اللي هي ليزر تجميلي، وزي ما احنا شايفين يعني ده بيستخدم في التجميل يعني بالزبط. الدهون وما شابه يعني بالزبط. تخصصه في الدهون. في تدويب، عمليه تدويب الدهون. طبعا هي النور الوميض ده هو ده الليزر. هو ده الليزر بالظبط. احنا دلوقتي في المرحله الاولانيه بتاعه اللي هي تكسير الطبقات الدهون وتحويلها من الصوره الصلبه للسائله. دي الدهون، دي الرصه الطبيعيه بتاعه الدهون اللي موجوده في جسمنا. دي يا جماعه الدهون اللي ما بتنزلش ابدا، وخصوصا في منطقه البطن والكرش. يعني عنيده جدا بالظبط. يعني طبقات، هي بتبقى طبقات، وهي ده شكلها في كل حته في جسمنا. طبعا تدريجيا كده بيتم مهاجمه وتكسير الخلايا الدهنيه في الاماكن الموضعيه دي. طبعا احنا بالاحساس بتاع ايد الطبيب فوق، هو مش شايف ده ماشي ازاي، بس هو ايده فوق وبالظبط فوق الجلد، بيبقى فاهم احنا بنتحرك يمين لحد فين وشمال لحد فين، وما فيش اي مشكله. كل دي طبقات دهون، كل دي طبقات دهون، ما فيش اي عصب ولا اي حاجه بتحس بيها بالالم من خلال عمليه اللايبوليزر دي، صح؟ ابدا اطلاقا. الحاله دلوقتي بتبقى المنطقه بتاعه البطن دي متخدره، يعني مفيش اصلا احساس واصل ليها. وهي الهاله اللي حوالين السرنجه ده، دي الدهون وهي بتدوب. ده الوميض، والدهون اللي بتتحول للصوره السائله اللي هي بتبقى لونها مصفر، او يعني كمان لو الناس ما تحضر لنا الصور بتاعت الدهون اللي هتطلع دي بتبقى شكلها ازاي، بيبقى لونها الاورنج دي او الاصفر محمر. طبعا انا عايزه اقول ان يعني مفاجاه للمشاهدين بعد ما يشوفوا اللايبوليزر ازاي بيدوب الدهون، لو شفتوا شكل الدهون اللي بتخرج من منطقه البطن او الارداف بجد هتتخضوا، يعني هتحسوا بقد ايه. دي الدهون السائله بقى ايمان، بعد ما اتحولت للصوره السائله، احنا واحنا خارجين دلوقتي بالسرنجه بنحصل ان احنا بنشفط السوائل دي بره الجسم بخرطوم كده صغير، بيبقى موصول في السرنجه اللي كنا ماسكينها دلوقتي او كنا بنستخدمها دلوقتي من شويه. نعم.
طبعا الكلام ده علشان يتعمل برجيم ولا سنه علشان ولا 10 سنين معانا احنا يعني 10 سنين يعني تلاقي الوش كله بينزل وفي الوش اصفر وهذيان عام للجسم الا المنطقه دي تنزل ابدا. بالظبط يعني استحالة. ده المريح في الموضوع ان احنا يعني صحيح بيبقى في تنظيم غذائي بعده وقبله واثناءه وكل حاجه، بس طبعا الطبقات اللي احنا شايفينها دي هي الطبقات الاقدم في جسمنا اللي هي بقى لها فتره اطول من الزمن. ايوه لان زي ما شفنا استاذ وحيد في اول الحلقه هو منطقه الكرش مهما عمل رياضه مهما عمل دايت منطقه الكرش ما بيتغير، لان الدهون دي سبحان الله بيبقى ليها طبيعه خاصه يعني عنيده جدا. دي السرنجه اللي هي بتاعه الشفط بقى احنا دخلناها دلوقتي كده، هي كده خلاص كل الدهون دي دابت وده بالظبط، وعمالين بنطلعها بنفس السرنجه اللي داخل بنفس السرنجه ايه بتطلع. طبعا بصي واحنا خارجين بيحصل انه الطبقات الاحدث بقى هي اللي بتبقى في وشنا فبنبتدي ناخدها تاني، بس احنا لازم نبتدي بالاقدم لان ده اللي بيبقى اصعب على الحالات ان هي تنزلها بعمليه الرجيم المعتاده او بعمليه الرياضه. طبعا احنا الفكره انه جلسه شفط الدهون بالليزر دي عاده احنا بعدها الحاله في خلال من ساعه لساعتين بتبتدي تتجهز ان هي تمشي وتروح وتكون بالبساطه اللي احنا شفناها دي. هي موضوع كبير بس بسيط، هو ده سهل الممتنع اللي انا بحسه دايما من لايبوليزر. ناخد صديقه البرنامج العزيزه جدا جدا مدام فاتن. الو الو مدام فاتن، مدام فاتن اتلهت في اللايبوليزر. طيب احنا منتظرينك تاني. المدهش ده الصورة دي يعني دي الصورة اللي دايما بيبقى عليها تعليقات كتير، مش عارف يعني ليه الناس بتبقى مستغربة. ما هو ده اللي احنا بناكله يا جماعة يعني ده احنا لازم نستغرب لان احنا مهما كلنا عمرنا ما نتخيل يا دكتور اشرف ان الدهون دي في بطننا مثلا. او بالظبط دي موجودة في كل حتة في جسمنا خصوصا الاماكن اللي فيها مبالغه في الوزن. الوعاء ده بياخد قد ايه دهون؟ يعني اللي انا شايفاه ده كام كيلو مثلا؟ ده 5 لتر، ده يعمل كام على الميزان؟ لحد الحامل المعدن اللي فوق ده بيبقى حوالي 5 لتر، اللي متكومين دول تحت حوالي 2.5 او 3 لتر دهون. نعم. وده معناه لو الحاله دي وقفت على الميزان بعد ما بنخلص هنلاقي انه ال 3 لتر دول عملوا حوالي 9 كيلو على الميزان. لو شلنا مثلا 10 لتر فده ممكن يوصلنا لحد 30 كيلو على الميزان. يعني طب ناخد مدام فاتن ونشوف رايها ايه في الصوره دي. الو الو ايوه ازيك يا مدام ايمان؟ ازيك يا قمر؟ الحمد لله يا حبيبتي. وحشاني. ايه ما سمعتي صوتك الحلقه اللي فاتت. والله دايما عايزه بعد كده تبقوا تعيدوا البرنامج. سلامتك. لازم اشوفك واشوف الحلقه بتاعتك. المهم انت كويسه ما حصلش حاجه يعني مختفيتي ليه؟ لا يا حبيبه قلبي انا كويسه زي الفل. طيب. والله الحمد لله يا ربي دايما. الله يخليك يا حبيبه قلبي. اتفضلي. بقول لك يا مدام ايمان انا طبعا دكتور اشرف منور الشاشه يعني بعد فتره يعني ربنا يخليك. الحقيقه انا عايزه اسال سؤال بالنسبه للدايت. الله يخليك يا دكتور. بالنسبه للدايت يا دكتور عايزه بنتي ما عندهاش وقت لا تروح لا هنا ولا هنا وعندهاش وقت عشان عندها شغل وكده. انا عارفه بنوتك العنيده دي بس ما يكونش في حرمان اللي لا بتفطر ولا بتتغدى وطول النهار جانك فود في الاكل. انا عارفه. ايوه. دايما بتشتكي منها. كمان ايه مدام ايمان ان بنتها كمان كده برضو. وقبل كده اتكلمنا ان البنوته احتمال تبقى في سمنه كده شويه. ايوه وخصوصا في البطن والارداف شويه وهي عندها 14 سنه. يبقى المسؤوليه واقعه عليكي بقى يا مدام فاتن. ربنا يخليكي ليهم يا رب. الله يخليكي يا مدام ايمان ويخليكي لينا يا رب. ربنا يخليكي. حالا هنجاوبك يا قمر وتسلمي لنا ودايما متابعانا. ميرسي على تليفونك. مع الف سلامه. هو يعني الموضوع ده سهل جدا يا مدام فاتن. هو احنا يعني تحديد الخطه بتاعه انقاص الوزن مع الدكتور بتاعي دي حاجه بتبقى على حسب رغبتنا وقدرتنا احنا، ولازم ابقى انا عندي الرغبه ولازم يعني يبقى عندنا عملتي الرغبة. لازم هي يبقى عندها الاراده وتروح وهي اللي تبقى تعمل دايت وتظبط. بس احنا ممكن نتناقش مع الحاله في حته انه في بعض الناس من اول قاعده مع الدكتور تلاقيه بيقول لك انا ضعيف يعني من فضلك ما تبقاش قاسيه معايا، يبقى معترف يعني عارف نفسه او يقول لك العكس يقول لك لا ما تقلقش مني انا قوي جدا وهثبت لك من اول اسبوع ان انا ارادتي زي الحديد.
وفي بعض الناس الفئه الثالثه بقى اللي هي مدام فاتن بتتكلم عليهم ان هم ما عندهمش وقت يفكروا اذا كانوا اساسا هيبقوا جامدين ولا لا، لان هم هي مشغوله بكتير جدا طول اليوم وبره البيت معظم الوقت، بتضطر ان هي تاخد وجبه او اتنين على الاقل بره البيت، فبالتالي مش هتكون متجهزه بطريقه صحيه او بطريقه تتناسب مع ان هو رجيم كويس. الناس دول بنحاول ان احنا يعني احنا اللي نروح لهم مش هم اللي يجوا، يعني نحاول نمشي على يومهم اكتر. بمعنى تاني انه بنشوف مثلا دي سيدة عاملة، هل في مكان شغلها في مكان ينفع ان احنا نطلب تجهيز اكلة صغيرة مثلا في وسط اليوم ولا لا؟ والله يا دكتور احيانا يعني يمكن ثلاث ارباع يعني الاعمال اللي احنا بنشتغل فيها هيبقى صعب شوية تجهيز، بس سهل ان انا اخد علبة تونة بالظبط، ده دي البديل، شوية خضار شوية فاكهة. برافو يعني عليك. اعتقد ان الموضوع مش صعب، يعني زي تفاحية في الشنطة كده علبة تونة. لو تجهيز الاكل صعب عليا في شغلي انا ممكن اجهز معايا من البيت حاجة بسيطة، لانش بوكس كده، زي لانش بوكس ويتحط فيه النواشف، يعني مش هنحط فيه خضار وطبيخ بالزبط. وسمك وفراخ بس ممكن نحط فيه زبادي وفاكهه وعصاير وسندوتشات صغيره، ولما طاقه وما بالظبط، وفي نفس الوقت اخلي الوجبه الرئيسيه بتاعتي هي اللي تكون في اخر اليوم لما اروح بالزبط. ويمكن هي دي اللي بتبقى محتاجه تجهيز اكتر في المطبخ بطريقه مظبوطه تتناسب مع ان هو يكون رجيم. طيب ناخد مدام رجاء، وناس كتير بعت عايزه يشوفوا شكل الدهون تاني، هنوريها لكم حالا. الو الو مساء الخير. مساء النور، من فضلك ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا مدام رجاء. شكرا لحضرتك. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، اتفضلي. من فضلك انا كنت خسيت 15 كيلو، كان وزني 80 وطولي 165. تمام. أيوة. وصلت حاليا 65 كيلو. ممتاز، هايله. بس مشكلتي ان انا عندي سلوليت في الجسم، وعندي يعني جفاف او تجاعيد في جسمي. المشكله دي اعمل فيها ايه؟ وجفاف في بشرتي، في البشره. ويعني انا منتظمه بالوجبات فيتامينات، وحتى مشيت على ادويه فيها فيتامينات. طيب تمام، برافو عليك، هرد عليكي حالا مدام رجاء. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. طبعا هي كانت نفس مشكله السوليت اللي كنا بنتكلم عليها. بالظبط. هل في كريمات معينه تصلح للسيلوليت يعني، ولا ما بتجيبش نتيجه؟ عشان لا، هي يعني عارفة. هي بس قبل ما نقول العلاج احنا لازم نبقى فاهمين انه الناس اجسامها مش زي بعض في موضوع الترهل او السيلوليت او اي نوع من انواع الطريان اللي بيكون موجود في الجسم، وخصوصا اثناء في الفتره الزمنيه بتاعت انقاص الوزن او ما يليها. بس ده ما يمنعش ان احنا نحييها. طبعا انتي نموذج جيد يا مدام رجاء، بالعكس واللي بيتفرجوا عليك دلوقتي اديتيهم امل، واديتيهم يعني حتى النيه ان هم يستعدوا وياخدوا القرار. خسيت 15 كيلو بالظبط، يعني مدام رجاء خلصت الجزء الاصعب من الموضوع. الجزء الاسهل هو انه زي ندور ان العضلات بتاعت جسمنا تتشد شويه بالزبط. والبشره اللي فوقيها كمان تتشد شويه. يعني طبعا اللي حضرتك عملتيه ده مظبوط، وهقول لحضرتك دلوقتي حالا هنعمل ايه كمان زياده. ده يا جماعه بس الاول الصوره بتاعه شكل الدهون اللي خرجت من الجسم. الحقيقه الدهون دي زي ما احنا قلنا دي انا عايزه بس سؤال للدكتور اشرف، هل دول كل دول من شخص واحد؟ الحقيقه من شخص واحد، من شخص واحد. كم الدهون دي بس كلها؟ ما كانش من نفس المنطقه يعني يعني الشخص ده كان كنا اشتغلنا على منطقة البطن وعلى منطقة الفخدين والهانش، كان نص جسم التحتاني كله تقريبا في تراكمات دهنية كبيرة. والحقيقة دي الدهون اللي احنا بنخرجها من الجسم، وبنتعمد ان احنا لازم كل الحالات تشوف شكل الدهون دي. وفي بعض الناس بنخليهم يمسكوا الجار او البرطمان ده بايديها علشان تحس قد ايه كان الكلام ده كله محمل جواها. عضلاتها لما تتعب بالزبط. لما تقعد خمس دقائق ماسكاها تبقى فاهمه ان هي كانت ظالمه نفسها جدا. شوف الحمل ده كان قد ايه على منطقه البطن، فكان طبعا بيشتكوا من فقرات الظهر، وبيشتكوا من الرجلين وخشونه الركبه، ودايما استشاره او الروشته بتاعت اي دكتور عظام اول حاجه تخس 20 كيلو، تخس بالزبط. 15 كيلو، وطبعا هم في الاخر يقول لك انا اقدر اخس ازاي. فاقصد ان بجد دي مش بس ما تعتبرش عمليه تجميل او تخسيس، هي دي عمليه علاجيه. بالزبط. يعني حضرتك لما تشيل 20 كيلو من منطقه البطن او الارداف وهي عامله مشاكل في الجسم كله، ده بالعكس ده علاج. يعني انا عايز اقول لك انه كتير جدا من الناس اللي بيقدموا على شفط الدهون الموضعيه اللي بالليزر ده
هو اصلا ما بيكونش قاصد ان هو يصلح بس بالزبط. الديفوق هو بيبقى قاصد ان هو كمان يظبط الوزن المثالي بتاعه لان هو ال 10 20 كيلو اللي بتبقى تعبينه خصوصا معظمهم متركزين في محيط دايره معينه دايما ده بيبقى عامل لهم حاجز نفسي ان هم يقدروا يمشوا على الرجيم مظبوط. فلما بيبتدوا العلاج بتاعهم بحاجه تغير شكل جسمهم بيديهم بعد كده دفعه نفسيه قويه جدا ان هم يكونوا مستمرين على انظمه غذائيه مهما كانت صعوبتها بعد كده. الفكره بس ان احنا يعني نبقى شاطرين في وضع الخطة العلاجية علشان ما تبقاش بس شاملة كل حاجة مجهدة للحالة ان هو رجيم وحرمان وخلاص. لا احنا ممكن نساعد نفسنا انه يكون في جزء منه رجيم، جزء منه حاجة تصلح لي الديفو اللي موجود في جسمي، جزء منه يكون فيه مجهود عضلي بسيط، وبالتالي نقدر نكون وصلنا لنقطة النهاية او 100% من الحل بشكل جذري. نعم طبعا كل يعني انا بتاسف كل اللي بعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك اللي هو برنامج لايف كلينيك بالعربي كتير جدا بيسالوا عن تكلفه اللايبو ليزر، بيتكلموا عنها هيقعد قد ايه مثلا لابس حزام، هل هرجع اتخن تاني ولا لا. طبعا هي تليفونات دكتور اشرف اورا موجوده قدامكم على الشاشه، وكمان في الويب سايت الخاص بالدكتور اشرف www.ashraforah.com تقدروا تدخلوا عليه، والتليفونات الخاصه بالعياده. انا بس بنوه ان الدكتور اشرف مش هتبقى معانا الاسبوع الجاي صح؟ مؤقتا يعني هيبقى في بس سفر كده سريع وباذن الله بعدها نكون مع بعض ان شاء الله. ترجع بالف سلامه. ولكن حلقاتنا كلها موجوده قدامكم على اليوتيوب، تقدروا تكتبوا برنامج لايف كلينيك دكتور اشرف اورا تتابعوا كل الحلقات اللي فاتت حتى النهارده دايما بتنزل في نفس اليوم على اليوتيوب، تقدروا تبقوا معانا خطوه بخطوه واب تو ديت دايما. دكتور اشرف اورا نورتنا وافدتنا ودايما منورنا في لايف كلينيك. ربنا يخليك يا ميرسي جدا شكرا. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، ويا رب نكون يعني قدرنا ناخد قرار في حياتنا ان احنا نحسن حياتنا. الموضوع مش بس تجميل، الموضوع مش بس ان انا اخلي جسمي حلو وشيك واعرف البس حلو، الموضوع كمان صحه. لازم اكون صحتي كويسه، وطول ما انا جسمي كويس طول ما انا صحتي كويسه. ودايما كانوا بيكتبوا على كراسي المدرسه العقل السليم في الجسم السليم. اشوفكم بكره على خير ان شاء الله، ودايما معاكم ايمان مختار لايف كلينيك كل يوم من الساعه 2 للساعه 3 على قناه النجوم ماي لايف.